كان آخر ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع يوم عرفة: أيها الناس، موعدكم معي ليس الدنيا، موعدكم معي عند الحوض، والله لكأني أنظر إليه من مقامي هذا. أيها الناس، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا، أن تنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. أيها الناس، الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة، الله الله في الصلاة. أيها الناس، اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، أوصيكم بالنساء خيرا. أيها الناس، إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. أهواكم الله، حفظكم الله، نصركم الله، ثبتكم الله، أيدكم الله. أيها الناس، أقرئوا مني السلام كل من تبعني من أمتي إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.